حقيقة التصويت الخاص لم يحصل إلا أنه خلل فني عدم إرسال كون الانتخابات في عموم العراق تجري يوم 18/12، ومحطات التصويت الخاص لا تشكل نسبة من التصويت العام كون محطات التصويت الخاص هي 78 محطة فقط، في حين محطات التصويت العام بحدود 2243 محطة. والحمد لله فتحت محطاتنا ومراكز اقتراعنا في عموم محافظة بابل بدون تسجيل أي عطل لأي جهاز، علما أن مكتب انتخابات بابل والمفوضية حرصت على توفير أجهزة احتياط بعدد الأجهزة اللي عاملة في المحافظة. لدينا فرق صيانة منتشرة في عموم المحافظة، ولدينا أجهزة احتياط.